انا عايز بقى اروح بيك لبيراميدز. قول لنا في الاول بقى موضوع بيراميدز برضو بتاعك ده كان فيه لفه كبيره قوي، ايه اللي حصل فيه؟ مش لفه، بص انا لقيت كريم ابو سليمان بيكلمني فبيقول لي يا بكري انا جايب لك عرض من الباطن في السعوديه. قلت له جميل، طب ايه بتاع؟ اتفقنا، عرفت الارقام والنادي. طب سموحه، المهم قعدوا يتفاوضوا مع سموحه شويه في الارقام، فباشمهندس كلمني قال لي يا بكري انت عايز تسافر؟ قلت له اه باشمهندس هسافر. قال لي وانت كل ما يجي لك حاجه عايز تسيب النادي ليه؟ قلت له يا باشمهندس عادي يعني عايز اروح حته احسن. وقال لي طيب تمام ماشي، انا ايه هظبط الدنيا هظبط الدنيا. المهم بعدها ما كملتش 24 ساعه لقيت كريم بيقول لي خلاص هم اتفقوا على الفلوس والارقام والكلام ده كله، تعالى بكره هنا عشان ايه تمضي على الباسبور ويلا بينا. اعرض نيه البيع، اعرض نيه البيع. قعدت اسبوع مضيت الورق وكل حاجه، العقد الثلاثي والكلام ده كله، المفروض خلاص رحت بطلع التاشيره وهبدا مع النادي. ورئيس النادي بتاع الباطن كلمني، كان ساعتها كاس العالم بيبدا بتاع روسيا بتاع 2018. فبعدها مثلا اسبوعين ثلاثه كده كاس العالم بدا والدنيا تمام، وانا هنا بتمرن لوحدي ولسه لحد ما اسافر والتاشيره طلعت وكل حاجه، المفروض اسافر بعد بكره. قاعد لقيت كريم بيكلمني، انت فين؟ في هير. اه قلت له انا في الجيم. قال لي طب تيجي لي دلوقتي في فندق الفور سيزون في الزمالك. قلت له لي اجي لك ليه؟ قال لي استاذ ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن عايز يقعد معاك. قلت له ايه ده؟ هو عايز يشتريني بالسرعه دي؟ لسه ما شافنيش لسه يعني ما لعبتش حتى معاه. لبستش التيشيرت. اه قلت له لسه حتى يعني عارض نيه البيع. انت ايه في حاجه ولا هو عايز اصلا يرجع يعمل ايه في؟ قال لي لما نروح مع نفهم. قلت له ماشي. طبعا انا لسه اكتشفت الحوار ده من قريب ان كريم طلع يتكلم ان هو كان عارف اصلا ان هو تفهم؟ كان طالع كوبري. اه ده هو اصلا كان عشان لسه اعرف بقى ما قالكش لحد ما هو طلع قال له حاجه ما قاليش هو قال لي بقى خالص. ان هو اصلا ما كنتش عارف ان بيراميدز والاهرام كان ساعتها من الناس بتوع الاهرام ما اعرفش بقى لهم هيجيبوا لعيبه وبتاع. فانا قال لي تعالى اقعد مع رئيس النادي، رحت مع رئيس النادي قعدت. فقال لي بص كده بالظبط ابو بدر لحد دلوقتي اللي هو استاذ ناصر حبيبي يعني على تواصل يعني. قال لي تدري يا عبد الله؟ اه والله. قال لي تدري يا عبد الله ابو ناصر نزلني من روسيا مخصوص وقاعد اقامه كامله اسبوع انا وعيلتي عشان خاطرك، فانا مش هرجع لما ايه هتمضي. انت كنت مترجم مين ابو ناصر؟ اه مع وزير تركيا تركيا يا شيخ. فقلت له طيب وبعدين ايه اروح فين؟ قال لي هتروح نادي الاهرام. قلت له اهرام ايه؟ فين ايه نادي الاهرام ده؟ قال لي ده ابو ناصر عامل نادي جديد وهيجيب لعيبه كتير وهيجيب لعيبه جامده. قلت له لا انا عايز العب في السعوديه. قال لي اسمع اللي انا بقول لك عليه، انت مش هتلعب الا في مصر وبعدين جنب الحاجه وجنب بيتك دخل لك. قلت له يا استاذ ناصر انا عايز العب في السعوديه. انا قفلت دماغي. قال لي طب بص فكر ورد عليا بالليل. قلت له خلاص ماشي. رحت قايم ماشي وبتاع ورحت راجع الجيم تاني فاهم. ما فكرتش اصلا. لقيت تليفون جاي لي السعودي. قالوا مكتب الوزير. ايوه عبد الله احنا عايزينك ومش عارف ايه. رحت مكلم كريم. قلت له كريم في كذا 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 كلموني. قال لي طب يا عبد الله هم الرقم اللي انت هتاخده في السعوديه هتاخده هنا. والناس شارياك والكلام ده كله. فانا مترجم ان ساعتها النادي الاهلي كان عايزني. قلت له بص يا كريم انا هاجي لك بس لحد ما اجي لك انا هاخد اعمل كام تليفون هقرر بناء على ايه؟ انت عايز تفهم الدنيا بقى رايحه فين وجايه منين؟ لا انا هقرر الخطوه دي. رحت مكلم مين؟ كابتن انور شلوفه. قلت له يا كابتن انور دلوقتي في نادي بيراميدز اللي هو بيتعمل مكلمني وانا مش انا عايز اروح للاهلي. ايه اللي اعمل ايه؟ قال لي طب استنى دخل راح متصل بالكابتن علاء ابو صادق مدخله معانا في الخط. دير التعاقدات ساعتها. كان ساعتها اه كابتن علاء ابو صادق. ايه يا بكري؟ قلت له يا كابتن علاء في كذا 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 كذا. قلت له يا كابتن بس انا اعرب نيه البيع يعني انا حتى لو الصفقه دي ما تمتش انا لسه هرجع سموحه السعوديه سنه وبعدها هرجع ابقى ملك سموحه مش هبقى. قال لي طب اقفل اكلم الكابتن وارجع لك. المهم اتكلم كابتن خطيب اللي اتقال لي يعني ان هو الكابتن بيقول لهم يا جماعه هو الراجل دلوقتي خلاص اعاره في السعوديه. فاحنا دلوقتي ايه اللي احنا هنعمله؟ هنستنى السنه لما تخلص ونجيبه من من سموحه يعني لو قال لك لا مش هروح يروح يلعب السنه بتاعته ويرجع ونبدا نتفاوض تاني مع سموحه لسه. فالموضوع الموضوع صعب. فقال لهم خلاص هو الراجل كفايه ان هو شاري النادي واتصل في حاجه زي كده وعايز يجي النادي ربنا يكرمه ويشوف يعني لو الدنيا خير ليه وحاجه كويسه ليه خليه يروح.
واحنا كفايه ان هو يعني الراجل بيسعى ان هو يجي للاهلي. قبل ما تكمل بقى هنا، انت زعلت ولا قلت خلاص انا عملت اللي عليا؟ انا عملت اللي عليا، وفي نفس الوقت حسيت اللي هو فعلا هو هيعملوا ايه. كان عارف لو انا مثلا لسه ما روحتش وكان الحوار دايركت لسه البيراميدز، كنت اقول لك ماشي. لما حسبتها لا، طب ما هو يعني بيتكلم في المنطق، يعني هو صح، انا هو هيعمل ايه؟ هيروح يقول لي سموحه كنسل العقد مع الباطن؟ لا طب مش 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 منطقي يعني. بس ورحت رايح بعد كده بيراميدز، خلاص مضيت 3 سنين ورحت. انت كنت اغلى مدافع في مصر ساعتها. ولحد دلوقتي. كام الصفقة؟ اغلى صفقة مدافع لحد دلوقتي. كانت كام؟ 2.5 مليون دولار. اوه. احسب بقى، احسب بقى بسعر النهارده؟ احسب بقى سعر النهارده.